نروح لأكاذيب التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية واللي أطلق هاشتاج سيء ومفبرك، بيتحدث عن أنه هذا الهاشتاج المضلل هو ترند في مصر على عكس المنطق والواقع. يعني المصريين بيعلموا مؤامرة الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي وفاهمينها كويس قوي، وحتى لو تحول هذا الهاشتاج لترند على تويتر في عدد من الدول العربية فطبعا ده بفضل يعني أو بفعل التنظيم الإرهابي ولجانه الإلكترونية، فلا يمكن لا يمكن أن يقع المصريون في فخ تلك المؤامرة. ما هذا العبث اللي وصل له تنظيم الإخوان الإرهابي، وإزاي يمكن أن ينحدر يعني لهذه الدرجة اللي تدفعه للعبة تكرر فشلها عشرات المرات؟ يعني مش مرة ولا اتنين، دي عشرات وعشرات المرات وما زال متمسكا بنفس اللعبة الفاشلة. إزاي تتناقل يعني زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة مصر في ظل القائمة على عكس ما يدعونه؟ يعني القنوات بتاعته بتتناقل ومواقعه ومنصاته هذا الهاشتاج العبثي كأنه بيعبر عن الإرادة الشعبية المصرية. طب إزاي ومصر في ظل القائمة زي ما أنتم شايفين؟ إحنا معنا على الهاتف الدكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإذاعة والتلفزيون وخبير الإعلام الرقمي. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كلمنا عن هذه المؤامره من قبل التنظيم الدولي في صناعه هاشتاج عبثي ضد الرئيس، ولاي مدى يعني بيحصل تلاعب في الهاشتاجات دي؟ بص يا فندم، دعني اؤكد لحضرتك وللساده المشاهدين ان صناعه الهاشتاج والترند هي صناعه اخوانيه تركيه خالصه. الهاشتاج والترند على شبكات التواصل الاجتماعي يمكن التلاعب به بكل سهوله من خلال الميليشيات الالكترونيه، وهي الفصيل المنظم جدا على شبكات التواصل الاجتماعي الذي يستطيع ان يصعد بموضوع ما او هاشتاج ما لكي يتصدر الترند في مصر او الترند بشكل عام دولي. والامر ده بتلجأ اليه دلوقتي الجماعات الارهابيه نتيجه افلاس يعني فكري لديهم، وهم يحاولوا ان يزيفوا الواقع على غير حقيقته لكي يقوموا ببث الاضطرابات والقلاقل الفكرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة عند الشباب اللي ممكن ما يكونش لديهم قدر كبير من القدرة على فهم أن هذه الهاشتاجات التي يتم تصديرها هي مصنوعة وغير حقيقية بصورة كبيرة. ودعيني أقول لحضرتك نقطة في غاية الأهمية، إن يجب أن يكون هناك وعي لدى المواطنين المصريين، وهو بالفعل أصبح موجود لدى قطاع كبير، ولكن يجب أن يتم توضيح أن هذه الهاشتاجات هي ليست حقيقية وأنه يمكن التلاعب بها خاصة من القائمين عليها من الدول الخارجية خاصة قطر وتركيا، وهو الأمر الذي يجب أن يتم مواجهته أيضا من خلال الهاشتاجات المؤيدة للدولة والتي تفند وتبرز كذب هذه الترندات التي يتم صناعتها من قبل الميليشيات الإلكترونية المضادة للدولة المصرية. يعني هل ممكن يحصل من المعقول يعني ان يبقى في هاشتاج عبثي وضد القياده السياسيه في مصر ويكون ترند هنا في مصر؟ يعني ما يدعيه هؤلاء الارهابيون؟ بص يا فندم، خلينا نكون واضحين ان ما يحدث من انجاز في الدوله المصريه اصاب الاخوان ومن يمولهم بصدمه لم يستطيعوا ان يستوعبوها بصوره كبيره، فبالتالي المحاوله الوحيده اللي هم يقدروا ان هم يعملوه، هم مش هيقدروا يوقفوا الانجاز في الدوله المصريه، مش هيقدروا يوقفوا سياده الرئيس من ان هو ياخد الخطوات التي تعيد الهيبه للدوله المصريه مره اخرى وتحقق لها الرياده كما كانت دائما، لكنهم يستطيعوا ان يزيفوا الواقع من خلال الاكاذيب، من خلال صناعة الترند المزيف على شبكات التواصل الاجتماعي. وعايز أقول لحضرتك أن هذا الأمر هو في غاية السهولة، يعني أن احنا نصنع ترند ضد الدولة من خلال وجود الميليشيات الإلكترونية بالنسبة لهم وهم عددهم كبير، سهل جدا أن هم يصنعوا هذا الترند ضد الدولة. فأنا رسالتي لكل مشاهدين حضرتك أن يجب أن ألا يأخذوا الترند أو الهاشتاج الموجود كترند على انه امر مسلم بيه، هو امر مزيف ومصنوع ويجب ان يتم النظر اليه لابعاده. يعني هم لماذا يقوموا بهذا الامر؟ يقوموا بهذا الامر لان ما يحدث في الدوله المصريه يعني اصابهم بنوع من الذهول وعدم التصديق ان
كل يوم في افتتاحات جديدة، كل يوم في تطوير، وضع أسس للدولة لكي تكون دولة متقدمة ودولة يعني لديها تنظيم كبير في مختلف المجالات. وهذا الأمر طبعا لا يريد أعداء الدولة المصرية، فيلجأوا إلى التزييف على شبكات التواصل الاجتماعي والتغرير الفكري للشباب الذي لا يكون لديه المعرفة الحقيقية بكيفية صناعة الأخبار المزيفة ونشر الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فتحي شمس الدين، شكرا لي.